صباح واهلا وسهلا على كنان. اليوم اعلنت شركه سامسونج على التليفون الجديد الزي فولد 4 الزي فليب 4 الساعه الجديده الواتش 5 سيريز تاعيتهم، ومش بس هيك كمان اعطونا السماعات الجديده البادز 2 برو. كل هالشغلات الجديده جددوها لسنه 2022، ومش بس هيك بدي اتحدث معكم فرجيكم كل المعلومات الجديده عنهم واحسن طريقه تقدر تشتروهم اذا عم تجيبوهم بدكم تفكروا تعملوا تجديد لكم، يا اما اذا بدكم تعطوه هديه لحد ثاني. يلا انا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس المشترك. خلينا نبلش نتحدث عن الهواتف الجديده والسماعات والساعات الجديده من شركه سامسونج. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزلكم فيديوهات جديدة. هنبلش أول شيء نتحدث عن الزي فولد 4. هالتليفون جديد نزل وزبطوا عدة شغلات منه، رغم أنه منظره من برا متغير كتير، عنا ألوان جديدة وعنا كمان سعر منيح لأنه زبطوا السعر شوي، وكمان عنا إمكانية جديدة بسبب هالحاسوب الجديد اللي زبطوه بقلب هالتليفون. معناته عم نتحدث هون على الحاسوب سناب دراجون 8 بلس جن 1، يعني أحسن واحد منزلينه بالسوق، واللي معجب فيه كتير أنا أنه بسبب أنه استعملوا البلس معناته بيجينا قوي أكتر ومستعمل البطارية أقل، ما بيحمى مثل الايد جن من اول السنه. الكاميرا الموجوده عندنا هون غيروا كمان السيستم، كان عندنا بالماضي الكاميرا الاساسيه 12 ميجا بكسل، صارنا هون عم نستعمل 50 ميجا بكسل كاميرا، ومش بس هيك على التليفوتو نزلوها من 12 لل 10، بس صار عندنا 3 تايم اوبتيكال زوم، معناته صار فينا ناخذ صور احسن من ورا. غير هيك كمان مثل ما عم نتحدث انه البرايتنس تاعته للشاشه حتطلع من 900 لل 1000، معناته بنقدر نشوفه احسن برا، وغير يعني غير عده شغلات. الكاميرا الموجوده جوا تحت الشاشه احسن بشوي، بس بعد 4 ميجا بكسل ما بعتقد معموله مزبوط لنستعملها. اذا محتاجين لتعملوا فيديو استعملوها، بس اذا بدكم تاخذوا صور للعائله وفيديوهات نصيحتي ان استعملوا الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا بال 50 ميجا بكسل. غير هيك عم نحكي عن السيستم، مثل ما قلت لكم الحجم شوي اقل اخف، الوزن شوي اقل، نزل من 261 جرام 271 جرام لل 263 جرام، ما كتير بس معناته اذا مستعملين 3 لل 4 بتحسوها، اذا عم تروحوا من 2 وال1 لل 4 بتحسوا فيها كتير. وعندهم الازاز كمان عم بيستعملوا الجوريلا جلاس فيكتس بلس. هلا الحلاوه فيها انه هالشغلات بتيجي كلها بقلب هالتليفون مثل ما عم بقول لكم. بالنسبه لي انا اذا جايين من الزي فولد 3 لل 4 ما بعتقد في فرق كتير كبير، قوة الحاسوب حتكون أحسن شوي، استعمال البطارية الطاقة حتكون أخف شوي، بس بدنا نتذكر إنه هي طلعت كتير بأول السنة بـ 8 جن 1 ونزلوها شوي، معناته حنكون عم نستعمل تقريبا مثل ما كنا على 888، بس كحاسوب كإمكانياتنا نقدر نجيب ذاكرة لحديد مدة الـ 1 تيرابايت حتكون كتير منيحة، هذه معمولة بس بالويب سايت تبع سامسونج، بس فيكم تجيبوا 512 جيجا بايت ببلاش بتدفعوا حق الـ 256 عم بيطلعونا على 512. نفس الشيء اللي عملوه اول السنه لما نزلوا الـ S22 Ultra، اعطونا التجديد على الذاكره ببلاش، سو هذا كثير كثير منيح. واذا عم تفكروا تجيبوا الساعه مع التليفون فيكم كمان تعملوا البندل ويحطوهم مع بعض، حاعطيكم لينكس تحت بتقدروا تشوفوا كل الشغلات وتوفروا مصرياتكم اذا عم تفكروا تجيبوا Z Fold 4 بهالسنه. هلا خلينا نتحدث شوي على الزي فليب 4. جددوا عده شغلات هونيك، مش بس انه جددوا الحاسوب بس كمان جددوا لنا الازاز الموجود عليه حتى لقيته داينا مدي اطول وما ينكسر بسرعه. والامكانيات الثانيه عم نتحدث فيها انه على الشاشه الموجوده جوا مش بس فينا نطلع ل 120 هرتز، صارت تنزل لل 1 هرتز لل 120، معناته الادابتيف ديسبلاي موجود هون وكثير كثير منيح. بتضلها فول اتش دي بس عم نتجدد الامكانيات هون، والشاشه الموجوده برا نفس الشيء ما غيروا فيها شيء. الحاسوب مثل ما قلت لكم انا 8 بلس جن 1، ومش بس هيك الكاميرا الاساسيه الموجوده ورا ال 12 ميجا بكسل بطلت تكون 1.4 مايكرون، صارت 1.8 مايكرون، وبضل عندنا الاوبتيكال ايمج ستابلايزيشن الاو اي اس كثير حلوه. البطاريه كمان كبروها شوي، صارت 3700 بدل ما تكون 3300، سرعوا لنا التشريش كمان صار احسن بكثير. ومش بس هيك الازاز برا مثل ما خبركم الجوريلا جلاس فيكتس بلس، هذا بيساعدنا يضاين مده طويله لا سمح الله وقع هالتليفون. هلا رغم انه خفيف وزنه بيضلوا يصير انه نقدر نكسر الازاز، عشان هيك نصيحتي لكم تحطوا عليه غطاء. وعندنا كمان الاي بي اكس 8 موجود عليها لنقدر نعمل ووتر ريزيستنس لا سمح الله اجى عليها شويه مي. هلا هدول اثنيناتهم حيكونوا كتير منيح، خاصه اذا معجبين بالتليفون الفليب ولا الفولد. الشيء الوحيد اللي بتقوله انه على الفليب نزلوا السعر شوي، صار 950 دولار بدل ما تكون 1000 دولار مثل ما شفنا السنه الماضيه. ومش بس هيك الفولد عملوا نفس الشيء، نزلوا السعر شوي بس مثل ما خبرتكم عم يعني بيعطونا التكبير على الذاكره بامكانيه منيحه، والزيف اسمه زي فليب كمان صار عنده ذاكره قد يطلع ل 512 جيجا بايت، هذه جديده له لهالتليفون.
الفولد حيطلع لواحد تيرا بايت وهون بيطلع ل 512 اكثر شيء. خلينا نتحدث هلا عن السماعات الجديده الجالكسي بادز 2 برو. نحن هدول السماعات جددوا للسنه، غيروا الحجم تبعهم شوي، ومش بس هيك صار عندنا هلا قدره نستعمل 24 بت بروسيسنج للصوت، سو عم يتظبط نوعيه الصوت اللي بتجي منه. الادابتف اي ان سي تاعيتهم بضل صار احسن شوي كل سنه عن سنه بيظبطوها. البطاريه بقلب الغطاء العلبه تاعيتها كبرت من 472 ل 500 ملي امبير، بتضيلنا شوي زياده تقريبا ساعه زياده على لما بنستعمل السماعات من 8 ل 29 ساعه موجود عليهم، 8 ساعات عليها للسماعه و29 لما بنستعملها بنشرج عده مرات بالعلبه. اخر شيء كمان صار عندنا البلوتوث 5.3 والاي بي اكس 7 كمان لنقدر نعمل واتر ريزيستنس لا سمح الله، عرقنا عليهم ولا نزل عليهم شويه مي. اخر شيء هلا صرنا نتحدث عن الساعات، مثل ما انا شايفين هون يعني بستعمل الجالكسي واتش 4، هذا الكلاسيك من السنه الماضيه. هالسنة غير السيستم، هلا الجالكسي واتش 5 سيريز عندنا نوعين، ال5 وال5 برو، ما عم مسميينها وحده جديده اسمها الكلاسيك، بس انا بعتقد الكلاسيك صارت موجوده على البرو، ومش بس هيك ما عطونا اختياري انه ينزل معه ال LTE، معناته هيدي اللي انا عندي اياها هون موصله عندي السيم كارد بقلبها بقدر اعمل مكالمات منها، ما شفت موديل بعد بس معقول بينزلوه بعدين. الموديلين اللي عندنا هون عندنا ال5 وال5 برو لسنه 2022، حيكون عندنا نفس السيستم، بيكون الماتيريال كله موجود لكل الامكانيات، بس جديد على البرو عندنا التيتانيوم بيكون شكله كتير حلو، عندنا السافاير كليستر للشاشه اللي موجود من قبل، الشاشه ضل نفس الشيء موجوده، الامكانيات موجوده عندنا هون صارت احسن لانه البطاريه كبرت، بدل ما تكون 361 طلعت ل 590 على البرو موديل، بدل على ما بنقلبها لما بنحط عليها مقارنه بينها وبين الكلاسيك من السنه الماضيه، التشريج صار اسرع، وعندنا كمان بنقدر نستعمل بلوتوث 5.2، واللي بيعجبني فيها كتير كتير انه الاشكال اللي موجوده فيها لهالساعه كتير حلوه، الالوان حلوه، الشاشه منيحه، وعندنا وير او اس 3.0، معناته بنستعمل التطبيقات تاعت جوجل، الجوجل بلاي ستور موجود عليهم هون، وحتمشي كتير معنا على تليفوناتنا، مثل ما شفناها السنه الماضيه، سامسونج ما عم بتغير، ما عم تقلب على تايزن مزبوط، وعم تشتغل مع جوجل وعم تمشي كل الشغلات منيحة. يلا ان شاء الله يكون عجبكم هالفيديو، كل الشغلات اللي حدثكم فيها اليوم عند اللينكس تاعونه موجود تحت، اذا بدكم تشتروا التليفون لوحده، الساعات لوحدهم، البادز لوحدهم، الوايرلس بادز، يا اما اذا بدكم تعملوا الكومبو بيناتهم اثنيناتهم لتقدروا تجيبوا خصم اكبر، هيدي شغله حلوه عملتها سامسونج. وخبروني تحت قولوا لي شو رايكم فيهم لهالتليفون، هل انتم عم تفكروا تعملوا تجديد على الزي فولد 4 ولا زي فليب 4؟ اذا عندكم التليفونات تاعت السنه الماضيه الفليب 3 ولا الفليب ولا الفولد 3، صراحة ما بعتقد في كتير عنا نحن أسباب إنه نقدر نجدد لهالتليفون. أول جيل تاني جيل حيكون منيح، وإذا عم بتفكروا جيبوا تليفون جديد من شركة سامسونج 950 دولار لتليفون بيعمل فولدبل لسامسونج على زي فليب على زي فليب 4، صار كتير منيح يعني نزلوها شوي وعم تعطينا إمكانيات كتير حلوة. يلا شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد، مع السلامة.